يا الله، السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. اليوم عندنا شروة جدا جميلة، طائرة تربط على هذا اللي هو يطلق المسدس بهالطريقة هذه وتطلقها. طبعا كلش جميلة. سعر القطعة $2.26. الكرتون يحتوي على 72 قطعة، ممكن تاخذ واحد كرتون. تعالوا نشوفكم اياها. طبعا كل قطعة تجي، كل طقم طائرة مع القاذف مالتها بعلبة يجي بهالطريقة هذه. احنا راح نشوفكم نوعيتين، هي نفس الطائرة لكن انت عندك حركتين. هنا عندنا منفذين، اذا سويته بهالطريقة هذه راح تمشي وتفتر، اذا سويته بهالطريقة هذه راح تشتغل على المدى البعيد. طبعا هذه هي تطير وحدها، لكن اذا في رياح ممكن تطير مسافة ابعد. ممكن تطلقها انت بيدك بهالطريقة هذه، طبعا حسب الرمي مالتك، او ممكن ايضا انت تطلقها باستخدام المسدس. هسه انا راح اطلقها بايدي. باعوا هسه انا طلاقتها مو واضحه. او نو، هسه راح اشوفكم اياها على مود تعرفون الفرق بينها وبين هذه. هذا انا هسه شمرتها بهالطريقه هذه، راح تفتر فره كامله. ليش؟ لان الزعنفه بالخلف انا مغيرها بهالطريقه هذه. شفت شلون الفره مالتها؟ هذه لان الزعنفه انا مسويها فوق، اذا سوينا الزعنفه بالداخل لا، راح تمشي عدل مسافه اعلى، مثلا هيجي مسافه اعلى يعني تروح ابعد. شنو ما شفته؟ ما شفته ارميك. خرجت الشمس. ورد جميل هذا. رائحه لذيذ، مو لذيذ، رائحه جميله. تمشى شوي على هذا المكان جميل. هسه الهام تزعر صيح علي، تعال اخرج لا تطلع بالشمس. بالشمس ودا راحت على المكان. اوكي طيرها، اطير. عجبك الطيران؟ واضح طبعا تتحكم بيها هنا. اذا مشت عدل يعني عدله، اذا مشت يسار معناته عندك انت مثلا هذا الزعنفه رايحه يمين زايد يسار زايد، يعني انت بتتحكم بيها منها. طبعا مصنوعه من الفوم حلو، يعني مثل النوع احنا نسميه بالعراق الفلين، يعني ما تنكسر، يعني حتى لو تضربها هيجي انكسرت. او نو انكسرت. لا امزح معاكم، هذا يجي هنا يعني حتى لو تشمرها تضربها شيء ما تنكسر، الا واحد يضغط عليها ضغطه قويه راح تنكسر. فشيء كلش حلو. نجي هسه شكلها هنا بهالطريقه هذه، اطلق. طبعا هذه مال اطفال، يعني مو تروح مسافات طويله كلش، لا هذه لعبه مال اطفال جميله جدا وغير مؤذيه، يعني حتى لو اطلقها هسه براسي ما تاذي. اجرب اطلقها براسي. هسه تقول لي ها ما بينت بالكاميرا، تزعل. ها حلو؟ تقول ما بينت بالكاميرا، ادري بيها، تعمدت انا. ما بينت بالكاميرا؟ خرجت من الكاميرا، خرج ولم يعد. هاي الثانية أنا غيرت الزعنفة مالتها فراح تفتر فرة كاملة بعض. يعني تفتر بنفس المكان تبقى، ليش؟ لأن أنا غيرت الزعنفة مالتها. هسه راح أشتغلها بالأرض حتى تبين عندكم. هاي تبقى بنفس المكان تفتر. لعبة جميلة ومناسبة للأطفال وغير مؤذية إطلاقاً. غير مؤذية إطلاقاً، أخ يابا. صدق غير مؤذية. هذه إذا فرينا الزعنفة، وهذه إذا الزعنفة عدلة. طبعاً إذا أنت إذا مكان به هواء فتبقى تطير مسافة أطول. يعني كل ما كان اكو هواء كل ما تروح مسافة أطول. لعبة جميلة وممتعة وللأطفال كلش حلوة وغير مؤذية. شوفوا الطيران هذه، الطيران هذه دائري، وشوفوا الطيران هذه عدل، طير عدل مسافات أبعد. أقل كمية ممكن تأخذ واحد كرتون، الكرتون ب 72 قطعة، سعر القطعة $2.26. تعالوا نصور لكم إياها عن قريب. هذا القاذف مالتها، وهذه تجي تتركب منها.
هذه الطريقة هذه، وهذه العجلة تصير هنا. اوكي هذه في واحد ستش احنا نسميها، وتجي هذه تركب هنا وبعدين تطلق. هذا النوع الثاني، مو النوع الثاني، وانما احنا بس غيرنا مكان الزعنفه. شوفون هذه الزعنفه تريد تخليها هنا، تجي منفصله هي وهذه. تريد تخليها هنا راح يصير عندك طيران عدل، تريد تخليها هنا راح يصير عندك طيران دائري، وتوسطها بالوسط. شوف الماده مالتها فوم، تريد ترميها باليد، تريد تستخدم هذا القاذف. وهذا كل ما بالامر، وكل قطعه مسدس يعني مع طائره يجي بعلبه مثل هذه وبيها شهاده. هاي الشهاده مالتها يعني ممكن دخولها الى اغلب دول العالم، مناسبه الى عمر اكثر من 3 سنوات. هذه الشهاده مالت السي اي، شوفوها. والى هنا ينتهي اللعبه الاولى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.